تتم هذه الجولة من السودان ومنها نطالع تكليف الحسن المرغني بإدارة الحزب الاتحادي الأصل. كلف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الختمية مولانا محمد عثمان المرغني نجله الحسن المرغني بإدارة الحزب بالداخل. وقال مسؤول الإعلام بالحزب إيهاب فتح الشيلة للسوداني إن المرغني كلف الحسن بلم شمل الحزب استعدادا للانتخابات، وأشار إلى أن الحسن المرغني سيعود للخرطوم مساء الأحد القادم. أتساءل هنا عن التوقيت وعن هل الشخص المناسب هو الحسن المرغني أم ربما تظهر تيارات أخرى غير راقبة أصلا في شخصية الحسن؟ هو الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعاني من اتهام أو دعنا نقول إدانة واضحة بأنه كان جزءا من نظام المعزول عمر البشير حتى لحظة سقوطه، وبالتالي هذا يمكن أن يعرقل أي مساعي لإعادة لم شمل الحزب وتقديمه في ثوب جديد. للأسف هذا الحزب عند كثير من الاتحاديين أصبح مدموغا ومتهم بأنه كان جزءا من النظام، عرف بقمع المتظاهرين وقتلهم وتشريد الكثير من الكفاءات الوطنية، عرف بانتهاكات واسعة للناشطين السياسيين. طيب. وأضر بالاقتصاد السوداني، وبالتالي الحسن المرغني أو غيره يحتاج لمنافسته جديد للحزب. يعني هو هل هو على قدرة، هل هو مناسب في هذا التوقيت؟ الحسن كشخصية لم يعرف عنه ممارسة السياسة بالصورة المطلوبة التي تجعله يصل إلى القواعد. للأسف إذا كان الحسن يريد أن يدير الحزب بطريقة فوقية على نحو ما كان يجري في سنوات والده محمد عثمان، فأعتقد أن مهمته ستكون عسيرة وعسيرة جدا، وبالتالي يجب عليه أن يغير الطرائق القديمة، يجب عليه أن يغير الآليات القديمة في التواصل مع القواعد. هناك حالة استنارة جارفة وواسعة طالت كل قواعد الحزب الاتحادي وطالت أيضا بيوتات واسعة داخل الختمة، وبالتالي هذه الاستنارة يمكن أن تعرقل وتقلل من مساعي الرجل في تغيير الحزب وتقديم نفسه بصورة القائد الملهم الذي يمكن أن يصل بالحزب إلى انتخابات أي انتخابات مقبلة إن شاء الله. هل سيكون واحد من مهامه أن يسعى لتوحيد التيارات الاتحادية، وهل هذا الأمر صعب المنال أم أنه يسير؟ والوحدة الاتحادية بأي حال من الأحوال هي أمر شائك وصعب ومعقد جداً، إذا تمت وحدثت فإنها لن تكون بانطلاق من الحسن المرغني، وربما لن تشمله ولا تشمل حزبه. الآن هناك وحدة اتحادية على أسس جديدة وعلى خيارات جديدة يقودها تيارات فاعلة ثوريا وكانت حاضرة في المشهد السياسي والثوري وجزء من قيادة التغيير، سواء كانت التجمع الاتحادي المعارض أو الحزب الاتحادي الموحد والأحزاب الاتحادية الأخرى الوطني الاتحادي وغيره. الوحدة الاتحادية بشكلها ومفهومها الجديد لا أعتقد أنها يمكن أن تنطلق أو تأتي أو تعبر بشكل دقيق عن أحلام الحسن المرغني، اعتبار أن حزبه وقواعده المتصلة والمتمسكة به خارج احتمالات الوحدة، خارج شروط الوحدة الجديدة التي تنادي بأن يكون القائدون لها لم يكونوا جزءا من النظام السابق بأي حال من الأحوال. طيب يوسف باختصار، يعني إذا ما أسقطنا حالة الحزب الاتحادي الديمقراطي على المشهد السياسي والحزبي في السودان، برأيك لماذا حتى هذه اللحظة والآن نحن وصلنا إلى مرحلة الثورة وفترة انتقالية 3 سنوات، لماذا نشعر بأن جل الأحزاب السياسية في السودان واهنة وضعيفة سياسية عدا أحزاب بأصابع اليد الواحدة؟ لماذا؟ هو معظم التحالف السياسي الحاكم في السودان المعروف بقوى الحرية والتغيير عاكف ومندمج في إدارة المرحلة الانتقالية في إطار موحد، في إطار الحفاظ على ميثاق إعلان الحرية والتغيير. هذا أفضل للشان العام السوداني، أفضل للتغيير وأفضل للثورة. إذا قرر أي حزب العودة لقواعده وبناء قواعد تنشيطها وبناء قواعد جديدة يمكن أن يضل بصورة أخرى من تماسك قوى الحرية والتغيير، لكن أيا يكن الأمر فإن هناك أحزاب سياسية فطنت إلى هذا الأمر مبكرا، مثل المؤتمر السوداني الذي نأى بنفسه كليا عن هياكل السلطة الانتقالية وعكف على ترميم نفسه وبناء قواعده وتقديم نفسه بشكل جديد للشارع السوداني، وهو أعتقد يمكن أن يقود في خاتمة المطاف إلى بناء قواعد كبيرة ومتينة وراسخة لهذا الحزب الذي يبدو ويملك طموحات شابة وصورة شابة.